Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Resulillah. Ve alihi ve sahbihi ve men vela. Ma'a seyyidina nebey. Ve ma'a mahajjatihil bayda illeti tarakaha lana leyluha ke nehariha la yazigu anha illa halik. Nestehdi biha tariqana ve nefhamu biha ahvalana ve tekunu hidayeten lana limustakbelina. Feinnehu كل الأبواب قد سدت إلا باب النبي صلى الله عليه وسلم فهو الذي به الخلاص عند ربنا في الدنيا والآخرة. في حلقة سابقة تكلمنا عن تلك العقلية التي تصدرت في غيبة من العلماء وأهل العلم فنبتت نبتا شيطانيا وخرجت عن مقتضى عقائد أهل السنة والجماعة، وعرفنا من أين الخلل. ومما ذكرنا أن الخلل عند هؤلاء أنهم قد افتقدوا قواعد لغة العرب، وهي من العلوم التي لا بد منها لفهم كتاب الله وسنة رسوله، بل وفهم كلام الأئمة المجتهدين. وضربنا مثلا بما يقيمون الضجيج عليه من وصف المسلمين بالشرك لأنهم بنوا المساجد على القبور من طنجة إلى جاكرتا ومن غانا إلى فرغانا، ورأوا أن هذا مدخلا طيبا للخروج على الحاكم، وأن يفت ذلك في عضد الدولة الإسلامية، وظلوا يفعلون هذا أكثر من 200 عام، مرة في العلو ومرة يحاصرهم الله سبحانه وتعالى بأفعالهم. وعرفنا أنهم قد افتقدوا علم المصدر الميمي، وأنهم لما سمعوا تلك المساجد في الحديث النبوي الشريف الصحيح فإنهم ظنوا أن المساجد هي الجوامع، والمساجد فعلا تطلق على الجوامع كما في قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وكما في قوله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر إلى آخر الآية. ومنها قوله تعالى في سورة الكهف: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، ولم يعقب الله عليهم بل تركهم واستحسن فعلهم وذكره في الكتاب الكريم. وعندما تذهب إلى موطن هؤلاء الإخوة من أهل الكهف ترى المسجد فوقه في المنطقة اسمها فيلادلفيا في الأردن من ضواحي عمان، اسمها هكذا لأنها كان فيها آثار رومانية قديمة فسميت فيلادلفيا، وهي موجود فيها إلى الآن قبر أسيادنا أهل الكهف، ومعهم كان الكلب، وكانوا 7 وثامنهم كلبه، وعليها مسجد للصلاة. فلم يكن مقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفي الجوامع. والإمام البيضاوي يقول إن بناء المسجد بهذا المفهوم مسجد الجامع على القبر من أقرب القربات، لأن فيه وفاء بالمقبور ودعاء له وقياما بحق زيارته التي هي سنة باتفاق إلى آخر ما هنالك. حمى الله المسلمين من الشرك
ومن الانحراف، لا تجتمع هذه الأمة على ضلالة، وهم يريدون أن الأمة اجتمعت على ضلالة، وأن العلماء قد تركوا واجبهم في كل عصر، وأن هذا الذي حدث إنما هو انحراف بالشرك والعياذ بالله تعالى عن المنهج الصحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يقول: أخاف على أمتي رجلا آتاه الله القرآن حتى إذا بدت عليه بهجته غيره وخرج على جاره بالسيف ورماه بالشرك. قالوا: يا رسول الله، الرامي أحق بها أم المرمي؟ قال: بل الرامي. وهذا ما كان، ظهروا علينا وقرأوا القرآن وبدت عليهم بهجته ثم غيروه وبدلوه واتهموا المسلمين بالشرك وخرجوا عليهم بالسيف، ورسول الله تركنا على المحجة البيضاء. الرامي أحق بها أم المرمي؟ قال: بل الرامي. ولذلك يقول البغدادي في كتابه الفرق: من كفرنا كفرناه، ومن فسقنا فسقنا. لماذا؟ لأنهم يضلون عن سبيل الله بغير علم، ولأنهم أصبحوا حجابا بين الخالق وخلقه. إذن فالحديث هكذا معناه. ابن رجب في فتح الباري في شرح صحيح البخاري، وهو نفس الاسم الذي هو لابن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري، يتكلم عن الحديث ويقول: والتصوير في حد ذاته للأشخاص تمثالا، يعني حرام بمفرده، وبناء المسجد على القبر حرام في حد ذاته بمفرده. فالنابتة يأخذون هذا النص ويفهمون منه أيضا المسجد الذي هو الجامع، وليس المسجد الذي هو موطن السجود لمن في القبر. هكذا يفهم علماء الأمة، وحتى لما كتب العلماء فهموهم على هواه. نرى في فتح الباري للبخاري لابن حجر لم يأتي للمسألة بسيرة، ولم يقل إن هذا الذي نراه حرام أو كذا إلى آخره، لأنه لا يقصد هذا، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم يقصد أن نتبرأ من كل شرك، وأن نتمسك بالتوحيد الخالص الذي ميز المسلمين ونشر مذهبهم ودينهم في العالمين. فيحول هؤلاء هذه الدعوة التوحيدية الخالصة إلى وصف المسلمين في المشارق والمغارب في الزمن الحاضر والزمن الماضي بالشرك. لا، لن نترك الثقة في علمائنا، لن نترك الثقة في فقهائنا، لن نترك الثقة في من أعلوا الدين عاليا عبر القرون وإلى يوم الناس هذا وإلى يوم الدين، من أجل أطفال أحداث الأسنان، سفهاء الأحلام يقولون من كلام خير البرية لا يجاوز إيمانهم تراقيهم، من أجل أناس يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية لا يرجعون إليه حتى يرتد على فوقه، من أجل هذا النبت الذي حذرنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول لذلك المختل: سيخرج من ضئضئ هذا قوم يحسنون القيل ويسيئون الفعل. أنا بريء
هكذا يقول سيدنا صلى الله عليه وآله وسلم: ممن خرج على أمتي لا يفرق بين برها وفاجرها. إذن المحجة البيضاء واضحة، واضحة في أن هؤلاء من المجرمين، واضحة في أنهم قد ضلوا السبيل، واضحة في أنهم من الخوارج، ويقول سيدنا: الخوارج كلاب أهل النار. هذا الذي فجر ودمر نرى ما هو عند الله بعد الفاصل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. نشاهد ونتعجب من جماعة أعلنت أنها قد خرجت عن سلميتها، ويشهد ربنا أنها خارجة عن سلميتها منذ أكثر من 70 سنة. أعلنوا الآن أنهم قد خرجوا عن سلميتهم، قبضوا على أحدهم وهو يزرع قنبلة، والقنبلة انفجرت أمام دار القضاء العالي فقتلت بريئا. المضحك أنه قد يكون منهم، يعني أنا عايز أعرف هو حط القنبلة وفجرها واعترف وقتل واحد، الواحد ده مش في احتمال يكون من الجماعة النجسة؟ والله في احتمال، ولا هم عمموا على نفسهم انكم اوعوا تروحوا عند الدار القضاء العالي؟ ابدا ما يعملوهاش لحسن يكشفوا. اذن نحن في بلاء. ما البلاء؟ اننا تركنا القياس بالمحجة البيضاء. لابد ان تستحضر دائما عندك المحجة البيضاء وأن تقيس بها من الذي معه الحق ومن الذي معه الباطل. الحاكم ظالم، وبما ظلموه؟ قالوا 10، كتبوا هكذا في كتبه 10 أشياء تجعلنا زعلانين من الحاكم. إيه 10؟ أولاً الاستعمار. الله، الاستعمار، ما الاستعمار؟ بدأنا من 40ينيات وبعد الحرب العالمية الثانية في قتال ونزاع بدأت بداياته مع الشريف حسين 1916. الله، الاستعمار مش إحنا عملنا ثورة 19؟ ما احناش فضلنا نجادل ونجاهد وكذا وقاتلنا الانجليز في القناة حتى سحبوا في معاهدة 36 انفسهم الى القناة، فذهبنا وراهم في القناة حتى اخرجوا. الم يذهب محمود فهم النقراش الذي قتلتموه من اجل الاستعمار وان تحرر البلاد والعباد فخانته امريكا وانجلترا وغيرها؟ الاستعمار. قالوا لما خرج الاستعمار الحاكم أصبح واليا له. كذب، عبد الناصر كان واليا للاستعمار اللي هز عروش، اللي أتعب أمم، اللي قال على مستر إيدن إنه مجنون، اللي خلاه يدخل المصحة. ده عبد الناصر خلى إيدن يدخل المصحة. عبد الناصر كان يجوب المشهد هكذا في البتاع اللي حرقوه ده بتاع الاتحاد الاشتراكي والحزب الوطني، المبنى ده كان يروح وجيه كده يدبر لمجاهدة الأمريكان.
غير الاستعمار ايه؟ قال مش راضين تتحدوا مع بعض. احنا مش راضين نتحد مع بعض؟ احنا ما عملناش الوحدة ما بين مصر وسوريا، وما عملناش الوحدة ما بيننا وبين ليبيا وبين السودان؟ القصر اللي بيعمل منه الحاكم ده اسمه قصر الاتحادية. احنا ده احنا قاعدين نحاول ان نلم الشمل من ساعة سايكس بيكون الاولى، وها انتم العوبة في ايدي سايكس بيكون الثاني. احنا نمرة ثلاثة اسرائيل، احنا تركنا اسرائيل، ده احنا بننزع اسرائيل من سنة 28، ده احنا قاتلنا اسرائيل حروبا 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 حتى نفدت اموالنا. احنا تركنا اسرائيل تعيش هكذا وحدها؟ هذا كذب غير الواقع. الواقع اننا في جهاد مستمر، واننا في عدم رضا بهذه الاوضاع، ولكن يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. خذ وطالب على قدر جهدك وقوتك وأوضاعك. حال النبي في مكة ليس كحاله في المدينة، حال الصحابة في الحبشة ليس كحالهم في المدينة مؤخرا. قالوا ليس هناك حكم بما أنزل الله. إحنا بنحكم بغير ما أنزل الله؟ أمال الدستور فيه مادة كانت 149 بقت 135 بقت نمرة 6 بقت نمرة 2. الشريعة، مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. الله، وعملنا محكمة دستورية عليا علشان تراقب على القانونيون لحسن القانون يخطئ، وعملنا برلمان عشان يصوغ هذا القانون تحت مظلة الشريعة. احنا حكمنا بغير ما أنزل الله؟ من قال هذا الكذاب؟ قال القانون المدني ده فرنساوي. يا جاهل، القانون المدني وضع عبد الرزاق باشا السنهوري، وقال سأضع ما يقربه تماما لصياغة الفقه الإسلامي. فذهب إلى العراق فوضع مدني العراق، ثم اشترك في اللجان التمهيدية لمدني الأردن. وفي العراق قال هذا هو الذي أردته من الخطوة الثانية، وفي الأردن قال هذا لو خرج، لأنه خرج بعدما مات وكان عليه شيخنا الشيخ عبد العزيز الخياط، هذا لو خرج لكان الخطوة الثالثة. إحنا بنحكم بغير ما أنزل الله يا أوباش الخلق. 40 قانون في مصر كلها من نصوص الشريعة وتحت نظر العلماء وبأمرهم، يبقى إحنا بنحكم بغير ما أنزل الله؟ أنهي حكم ده؟ قال أصل أنتم ما بتقطعوش يد السارق، ونلوم تنفيذا لشرع الله. قال ادرأوا الحدود بالشبهات. فقد القاضي المجتهد وفقد الشاهد العدل، أصبح العصر عصر شبهة، فأوقفنا الحدود كما أوقفها عمر. قال أنا لا أرى هذا، ولكن لا تكفرنا. قال القانون المدني فيه 5%، الرجل الذي وضعه والهيئة التي أقرته ترى أن الربا المحرم هو ربا الجاهلية فقط، وهذا مذهب ابن عباس وتسعة معه من الصحابة، وألف 6 مجلدات للرد على هذا اسمها مصادر الحق. يا جهلة، إذن نحن نتعامل مع جهل أو مع سوء نية؟ والله مع سوء نية. كلاهما. كثير منهم من قادتهم يعلمون هذا كله، لكنهم يلفون ويدورون. إذن
ماذا أيضا؟ قالوا دار الكفر ودار الإسلام. هذه مسألة زمنية وليست مسألة أصلية. وعلى كل حال، ما رأيكم في المملكة العربية السعودية؟ هل هي من بلاد الإسلام أو من بلاد غير المسلمين؟ قالوا لا، من بلاد غير المسلمين. هكذا يقول سيد قطب، أن الإسلام قد فقد من الأرض من قرون. طيب، يبقى إذن المسألة ليست مسألة حدود، لأن السعودية بتقيم الحدود، والمسألة ما هيش مسألة قانون مدني ولا مش قانون مدني، ده السعودية ما فيهاش قانون مدني أصلا وبتحكم بالقاضي، وهذا مرتبط بعدد السكان. ها، خلي بالك. فسيد يقول إن الإسلام لا وجود له من قرون، لا السعودية ولا ماليزيا ولا مصر ولا المغرب ولا فلسطين. طيب، عايزين نسأل سؤال. سيدنا النبي كما يقول أبو بكر بن العربي الأندلسي: بشرى لنا معشر الإسلام، إيه؟ أن المدينة ومكة سيظلان دار إسلام إلى يوم الدين. الله. يبقى إذن أنتوا ناس لا بتقروا ولا بتفهموا ولا بأي حاجة في أي حاجة. وإيه كمان؟ زعلانين مننا ليه؟ وزعلانين من الحكام بتعودكوا ليه؟ الحاكم بتاعنا ضرب ظهرك وأخذ مالك؟ لا ضرب ظهرك ولا أخذ مالك، ده صادر الأموال بتاعت المفرقعات والقنابل والمسدسات اللي بتقتلوا بيها خلق الله. الحاكم بتاعنا عمل حاجة معاك تاني؟ قالوا نعم، أنتم تقلدون ونحن مجتهدون. فقلنا لهم حسبنا الله ونعم الوكيل. إلى لقاء آخر، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.